الكرة إلى زميله والكرة ملعوبة في اتجاه لاعب عبد الغني، عبد الغني داخل منطقة الجزاء، ماذا يقول حكم المباراة؟ بنالتي، ضربة جزاء لمصلحة الاتحاد، الاتحاد يحصل على ضربة جزاء في هذه اللحظة وبطاقة صفراء أخرى في هذا اللقاء. ولمن؟ للاعب رقم 4 سامي هشام، سامي هشام عنده بطاقة صفراء والصفراء الثانية الطرد، الطرد للاعب هشام، هشام سامي يطرد من هذه المباراة. نشاهد التمريرة من الجهة اليسرى إلى الباب ملعوبة في اتجاه عبد الغني، ولكن حكم المباراة يشير إلى وجود ضربة جزاء. يوسف مطربوش في حارس مرمى، واللاعب رقم 6 عبد الواحد موكل، عبد الواحد موكل يتهيأ، يتقدم يتقدم يتقدم، يسدد، جول اتحادي لمصلحة نادي اتحاد المحمدية، هدف اتحاد المحمدية الأول في هذا اللقاء. الحارس ذهب إلى اليمين، ذهب إلى اليسار، والكرة ذهبت إلى اليمين. التعادل في هذا اللقاء 1-1، 1-1، التعادل يعود لهذه المباراة بعدما كان في بداية أحداث الشوط الأول. إذا اتحاد المحمدي يعادل النتيجة.